بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة ديت هنشرح الستاك واللي هو الابستراكت داتا تايب ستاك، وبتستخدم في ايه وايه تعريفها وايه البيزك اوبريشنز بتاعتها. وكالعادة هناخد الاري بيزد امبلمنتيشن واللينكد ليست بيزد امبلمنتيشن. فكل حاجة من الداتا تايبس اللي احنا المفروض هناخدها، المفروض ان احنا يبقى عندنا تو فيرجنز، الاري واللينكد ليست. وطبعا الاري بيبقى ليها استخدام واللينكد ليست برضه بيبقى ليها استخدام. طيب الستاك يعني ايه؟ Formally a stack is an abstract data type that supports the following two update methods, push و pop. قبل ما ندخل على السلايد دي تعالوا معلش نروح على الحته دي بسرعه. الستاك is a collection of objects that are inserted and removed according to the last in first out او اللي بنسميها LIFO principle. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ بيبقى عندي رصه اطباق، فلما باجي احط طبق فوق طبق، فاخر طبق انا حطيته في الطبق، واول طبق هشيله بشيل برضه اللي في الطبق. مفيش حاجه اسمها اشيل طبق من النص. فيبقى الستاك المبدا بتاعه ان انا دايما بحط في الطبق وباخد من الطبق. فعشان كده بنقول لاست ان فيرست اوت. يعني اخر واحد هيدخل هو اول واحد هيطلع. الابريفيشن بتاعها او الاختصار بتاعها اسمه ليفو. Last in, first out. ناخد شوية أمثلة. لو حطيت شوية كتب فوق بعض برضه بتتسمى ستاك. عندي شوال وبحط فيها حاجات ستاك. شايفين الرسمة اللي على اليمين ديت أو اللي هي ديت عاملة زي بتاعة الكوينز. بحط فيها الكوينز عشان لما يجي مثلا عايز أطلع فكة ولا حاجة فطلع أول جنيه مثلا. فبرضه last in, first out. آخر جنيه دخل هو أول جنيه هيطلع. من ضمن الابلكيشنز برضو ان ممكن الدوس بتاعي، شاشه الدوس اللي هي الشاشه السوداء ديت، انا لما بكتب فيها او خلينا حتى في الواتساب، بس خلوا انت طبعا عارف ان الكرسر عندك وانت بتكتب الكلمه، فالكرسر واقف في الاخر. لو عملت باك سبيس بيعمل ايه؟ بيمسح اخر كاركتر انت مدخله. ولا ممكن ترجع بالكيبورد لغايه الكاركتر في النص تمسحه. ده بيحصل برضو. بصوا بقى معايا، لو كان الواتساب ما بيسمحش الا بكتب ولما اجي امسح لازم امسح من الاخر، يبقى ده ستاك. لو سمح لي ان انا امشي بالكرسر لغايه النص وامسح كده دي لينكد ليست. ففي بعض الحاجات بتمشي بالستاك وفي بعض الحاجات بتمشي بالايه؟ باللينكد ليست. في حاجات كتيره قوي يا جماعه في الاوبريتنج سيستم ان شاء الله تاخدوها في سنه ثالثه اوبريتنج، ماده اوبريتنج سيستم، بتشتغل على الستاك ستراكشر وبتشتغل على الكيو. برضه من ضمن الابلكيشنز بتاعت الستاك، ودي حاجه مهمه قوي وركزوا معايا، وانا بكتب في الوورد او في الاكسل بكتب وبدي امر تاني وما اعرفش بعمل لون ايه وبعمل حاجه كذا، بروح عامل اندو. الاندو بتجيب لك اخر امر انت كتبته. فبرضه بقول لك ان لاست ان هو فيرست اوت. يبقى اندو كانها بالظبط بتحاكي الستاك. لو عملنا الهيستوري بتاع الويب، انا زرت النهارده صفحه جوجل، بعد شويه زرت صفحه ياهو، بعد شويه زرت صفحه ما اعرفش عين شمس يونيفرستي. فلما اجي ابص في الهيستوري الاقي ان عين شمس هي اللي بالطبع. فده برضو بنسميه لاست ان فيرست اوت. فده كله يا جماعه ايه؟ ستاك. طب لو اتكلمنا على طابور عيش، ده مش ستاك، ده بنقول ان الفيرست ان فيرست اوت. يبقى الستاك لاست ان فيرست اوت او بتسمى ليه. فبيقول لك ان اليوزر may insert object into stack at any time but may only access or remove the most recently inserted object that remains. هو دايما بينسرت فوق وبيريموف الريسنت، يعني احدث واحد تم اضافته، او اللي برضه بنقولها تاني اللي هي اللاست ان. دايما الحاجه اللي فوق ديت اللي بقى دايما بضيف من عندها وبمسح من عندها بسميها التوب. طيب تعالوا نشوف بقى بمثال كده قصادنا على اليمين اهو. انا هنا بقى انسرت مثلا 5 6 7 مثلا 8 9. فمين اللي في التوب؟ ال 9. طب لما احب امسح امسح ال 9 وانزل بالتوب هنا. طب لما احب امسح تاني امسح ال 8 والتوب هنا. يبقى فيرست لاست ان فيرست اوت. فده يعني ايه ستاك يا جماعه؟ فنيجي بقى نقول هل في الستاك محتاجين انسيرت ات بوزيشن؟
تقول لي لا، لان انا دايما بانسرت وديليت من الطب، يبقى انا مش محتاج انسرت ات بوزيشن. طب هل الاستاك محتاجه حاجه اسمها لوكيت؟ يقول لك الاستاك حاجه ريستريكتيف جدا، انت مش هتعرف تعمل حاجه الا انك تانسرت او تديليت العنصر اللي في الطب او تعرف هو مين. يعني ممكن في المثال ده هو مين اللي في الطب، يقول لك الناين، غير كده مش هتعرف تعمل حاجه. يبقى اللوكيت مش عايزها، الريتريف عند اي مش عايزها. فقال لك طب خلاص احنا هنقول لك بقى تو ميثودز هم دول المهمين، بوش وبوب. حتى التو ميثودز دول يا جماعه مشهورين جدا جدا جدا، يعني من هنا ورايح هتسمع كلمه بوش وبوب كتير جدا. فبوش بديها الاليمنت، والمفروض اتعودت في اللينكد ليست ان انا بدي بوزيشن، بس بقول تاني ان البوش في الستاك هي عارفه مكانها فين، انا هينسرت في الطب فيبقى مش هتاخد بوزيشن، لذلك بوش بتاخد اي بس element. وبوب قال لك مش محتاجه تاخد element تمسحها، ولا محتاجه تاخد بوزيشن تمسحها، لان هي عارفه بتمسح منين، هي بتريموف اند ريتيرن ذا توب element فروم ذا ستاك. في بقى بعض الاديشنال اكسسوارز ميثودز او فانكشنز دي ممكن تساعدنا في الشغل بتاعنا. واحده اسمها توب، احنا غيرت بس مسمى البيك خليها توب. فالتوب هي ريتيرن ذا توب اليمنت اوف ذا ستاك ويز اوت ريموفينج ات. يبقى انت لو عايز تشيك على مين اللي في التوب في الستاك من غير ما تمسحه استخدم توب. السايز بيريتيرن النمبر اوف اليمنتس جوه الستاك، ويز امتي او امتي بتقول الستاك دي فاضيه ولا لا. فديت الخمسه ميثود اللي انا هعمله في الستاك بس. بعد كده اي ابلكيشن يستخدم الستاك مش هيستخدم حاجه غير البوش والبوب والتوب والسايز والاكسبت، زي ما اتعلمنا بالظبط في اللينكد ليست. الا لو قلت لك والله انا شايف ان البوش بتتعمل بطريقه غلط والكومبلكستي بتاعتها غلط، حسن فيه. اذروايز قلت لك استخدم الستاك ان انت تبني الابلكيشن الفلاني، مالكش دعوه خالص بالكودينج اللي جوه الستاك. يعني اعتبر الستاك باكج لايبرري مقفوله بتستخدم بس بوش وبوب ويز امتي وتوب وهكذا. وده هيبان بعد شويه في الايه؟ في الابلكيشن. طبعا انا شرحت الاكزامبلز دي كلها. الويب براوزر لما يكون عندي صفحات بيبقى اخر صفحه هي اللي في التوب، برضو نظام الاندو في الوورد. و ده مثلا انيميشن للستاك، تعال نبص عليه كده. هنا بيقول لك لما تنتر هنا انا عايز اقول له بوش 2 فاقول له بوش، عايز اقول له بوش مثلا 4 فاقول له بوش، عايز اقول له 7 بوش. طب عايز بوب اهو، طب عايز بوش تاني 7 اهو، طب عايز بوش 7 ثالث تاني رابع، طب بوب، طب انسرت تاني بوش، طب ابوب. فهو دايما بينسرت ويديليت من نفس البوزيشن من عند التوب. فتلاحظوا دايما ان لما اجي اعمل بوش بيزود التوب واحد ويحط التاني، ولما اجي اعمل بوب بيروح منزل التوب بينقصه بواحد، لو اعتبرنا طبعا ان من تحت باديه من 0 1 2 اند سو. طبعا بيك او توب يا جماعه عشان يعني هم في ناس بتسميها توب وفي ناس بتسميها بيك، بس يعني في معظم الاوقات بيسموها توب، فدي توب او بيك مش فارقه. تعالوا كده نشوف بيك هتعمل ايه او توب. هيقول لك ان التوب اليمنت از 7، هل الستاك اتغيرت؟ ما اتغيرتش. لو عملت بوب وعملت بوب كمان وقلت له هنا البيك كام، يقول لي 4. فده انيميشن موجود في السايت دوت، وانا اوريدي مديكوا السايت دوت عندكم. طيب ده اللينك بتاع الانيميشن بتاع الستاك، تقدر تبص عليه وتشوفه عشان تفهم الستاك ماشي ازاي. وده برضو انيميشن انا عامله ان هو ادي التوب. طبعا انا موقفه فين يا جماعه؟ خلينا نقول ان هنا ده 0 1 2 3، وده دايما بيبقى الكاباسيتي ماينس 1. لما اقول لك ان الستاك ديت ليميتد مثلا ل 10 اليمنتس، فيبقى انت اخرك تدخل 10 اليمنتس بس من عند ال 0 لغايه ال 9. لو طبعا التوب هنا بوقفه عند نيجاتيف 1. واشمعنى نيجاتيف 1؟ لان انا دايما وانا ببوش بزود التوب بواحد وانسرت الاليمنت اللي معايا.
فيستحسن يتحط التوب بنيجاتيف 1. طب لو حد عايز يحطه بنيجاتيف 5 نيجاتيف اي رقم تاني مفيش اي مشكله، بس هنا لازم تعمل ايه في ستيتمنت، ان لو الاستاك فاضيه يبقى خلي التوب بزيرو وانسرت، وبعد كده زود التوب بواحد and so on. طيب لو حبينا انسرت حاجه تاني فنقول له انسرت بوش ال5، يروح عامل بوش كده، بوش ال7 بوش كده، عملت بوب رجع تاني هنا وهكذا. طيب as our first implementation of stack we store elements an array named data. طبعا اول حاجه هنستخدم فيها الاري بيزد امبلمنتيشن، وطبعا انتوا عارفين الحاجات دي كلها، ان اول اندكس ب0 وماشيه لغايه ان ماينس 1 او الكاباسيتي ماينس 1. نبدا بقى نتكلم على الامبلمنتيشن، وتعالوا نشوف البوش والبوب والكلام ده كله هيتكتب ازاي. فاول حاجه بنعملها دايما، بما اني array based implementation فببدا اشوف ايه المكان وطبيعته اللي هخزن فيه. فطبعا في البدايه بناخد ابسط حاجه، فبنقول ان احنا هنعمل stack of integers، فبنقول type definition integer هو element type، والposition برضو نوع integer لان شغال على array مش شغال على linked list. فانا عندي two type definitions دول اللي هم element type والposition. ابدا اقول بقى class stack هيبقى عندي في int capacity وفي position top وفي element star او element type star elements. الكاباستي اللي هو number of elements الماكسيمم، يعني انت مسموح لك تدخل كام element. التوب بيشاور على التوب element، والelements ديت الاري بتاعتي. فيبقى انا لو رسمت اري كده فدي الelements تبدا من 0 1 2 and so on لغايه هنا الكاباستي minus 1. ولو هنا مثلا كان في 572 او هنا 21 مثلا يبقى التوب هو اف هنا. فديت او خلينا نقول بس التوب كلها كابيتال عشان في فانكشن اسمها توب تاني. بعد كده طبعا الكونستراكتور ببساطه جدا يا اما يمشي على الديفولت اللي هو السايز ب 10، او ان انت تبعت له سايز وانت بتقول الكونستراكتور دوت او بتعمل كلمه نيو، فيقول لك يبقى الاليمنتس بتاعتي اللي هي الدايناميك اري بتساوي نيو element تايب اوف السايز اللي انت بعته لي، وخلي initialize the top بنيجاتيف 1 والكاباستي بالسايز. والدستراكتور ممكن نقول ان ديليت الاليمنتس ديت وقبلها القوسين دول، دي معناها اعمل ريليز للاري دي خالص من الميموري عشان الميموري بتاعتي تبقى يعني تبقى بتتنظف اول باول، او بمسح الحاجات اللي مالهاش لازمه اول باول. بعد كده نبدا ندخل بقى على البوش. دلوقتي يا جماعه قبل ما ادخل في البوش في سؤال على الديستراكتور. ايه معنى الديستراكتور؟ احنا دايما متعودين ان احنا لما بنفتح كيرل بريس كده ونكتب انت اكس ونقفل الكيرل بريس كده فالسكوب بتاع الاكس بينتهي هنا. فنفس الكلام لو كتبت ستاك اس وفتحت قوس هنا وقفلت قوس فالسكوب بتاع الاس ده بينتهي هنا. اول ما السكوب بينتهي اوتوماتيك هو بينادي الديستراكتور من غير اي، يعني انا ما بقولوش حاجه. فده يبقى الكونستراكتور والديستراكتور في الكلاسز، لما بعمل كلمه نيو الكونستراكتور بيتنادى، ولما السكوب بتاع الاوبجكت اللي انا معرفه من الكلاس ده ينتهي الديستراكتور بيتنادى. فايدته ايه؟ انضف الميموري. طب الناس دلوقتي اللي بتتكلم في داتا ستراكشر وستاك، لو اهملت دلوقتي ان انت بتبص للديستراكتور وما حاولتش تشغل دماغك بيه مفيش اي مشكله، كمل عادي والموضوع مفيش اي يعني ده مش هيقف عقبه في اي فهمك ليه اي فهم لاي ميثود جوه الستاك. فتعالوا ندخل في البوش بقى، او لسه البوش، خلينا الامتي الاول. امتى اقول ان الستاك بتاعتي از امتي؟ بقول له لو التوب بتساوي نيجاتيف 1. طيب وفل؟ قال لك لو التوب بتاعي بالكاباستي ماينس 1. صح كده؟ ما هو الستاك لو التوب واقفه في النيجاتيف 1 يبقى فاضي، لو التوب واقفه عند الكاباستي ماينس 1 يبقى كده فل. لو تلاحظوا دايما ان انا في الاري بيزد بحط كلمه فل، ولكن في اللينكد ليست ما بحطهاش. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها فل في اللينكد ليست. اللينكد ليست متاح تنسرت اي element طول ما الميموري بتاعت الجهاز تسمح. طيب كنت هقول ايه تاني في الامتي والفل؟ طيب هو كده خلاص، الامتي هو التوب ايكوال تو نيجاتيف 1 والفول كاسب.
الفويد بوش بقى يا جماعه. تعالوا بقى نبدا كده، ادي 0 1 2 وادي الطب في نيجاتيف 1 مثلا او الطب في اي حته. فاول حاجه بسالها قبل ما اعمل بوش بقول له اف فول، يعني هل الاستاك فول؟ فيقول لي اه فول، فاقول له سي اوت ايرور ان الاستاك از فول واند لاين. طب else يبقى الاليمنتس اوف بلس بلس توب بيساوي اكس. ايه بقى الجمله ديت؟ دي معناها نزود الطب الاول. يبقى الجمله ديت يا جماعه لو عايز تفكها معناها زود الطب، زود الطب بلس بلس، وبعد كده حط الاليمنتس اوف الطب الجديد دوت بالاكس بتاعتي. ولا محتاج شيفت رايت ولا شيفت ليفت. يبقى هنا الاستاك يا جماعه البوش بتاخد اوردر كام؟ بتاخد بيج او اوف 1، لان ايه اللي انا بعمله؟ بزود التوب واحد وانسرت الاليمنت الجديد. طب لو الاستاك عندي فيها 1000 عنصر او 1000 اليمنت ولا حاجه، بزود التوب واحد واحط الاليمنت الجديد، فيبقى الاستاك عندي اوردر 1. طب البوب، البوب لو انت اوريدي عندك اليمنتس كده 0 1 2 وهنا كان 5 والطب كان واقف هنا، انت ما بتعملش حاجه غير ان الطب توقفه هنا. تقول لي بس الفايف مش همسحها، اقول لك لا مش هقدر امسحها، هو البوينتر بس الطب بيشاور دايما على اللاست ايلمنت، فهو مش شايف الفايف خالص. انا كنت في سؤال عايز اساله هنا في الامتي والفول. لو رجعنا تاني للاستاك يا جماعه هنا، معلش في الاكسسوارز، انا قلت التوب والسايز والاس امتي. السايز في اللينكد ليست كنت عشان اعرف اجيب السايز كنت بحط الكاونتر، وكل ما بعمل انسرت بزود الكاونتر، وكل ما بعمل ديليت بنقص الكاونتر. عارفين ليه؟ لان في اللينكد ليست انا ما عنديش انديسيز زي الاراي اللي هو 0 1 2. فيعني مثلا هنا في الاراي لما يكون الطب واقف عند ال1، انت الطب عارفه ب1، تقول لي خلاص يبقى السايز ب2، لان انا عارف ان الطب دايما واقف عند السايز ماينس 1. فيبقى هنا في البوش والبوب انا مش محتاج كاونتر ازوده وانقصه، لان الطب اندكس من نوع انتجر وهو بيوضح السايز كمان بتاع الاراي، اقدر من الطب اجيب السايز. ولكن اول ما بروح لللينكد ليست بلجا ليه الكاونتر، عشان انا ما عنديش الاندسيز اللي احنا فاهمينها اللي هي 0 1 2، انا عندي بوينترز وادسيز وحاجات زي كده، فبلجا للكاونتر يزيد وينقص في البوش والبوب، وهنشوف بعد شويه الكلام ده. طيب البوب بقى يعمل ايه؟ البوب طبعا يقول لك نقص التوب بس كده، بس كده. امال ايه الريترن اليمنت؟ ما انا قلت لك في الاستاك في الاول ان البوب بيمسح الاليمنت الاولاني اللي في التوب وبيرجع بيه. لذلك بقول لك لو سمحت ارجع لي بالاليمنتس اوف التوب الاول وبعد كده نقص. يعني الجمله دي لو انا حبيت افكها هعمل كده اند اكس، او مش اند بقى، اليمنت طيب اكس بتساوي التوب الاليمنتس اوف التوب. يبقى الاول اعمل لي ستور للاليمنت اللي في التوب في الاكس، وبعد كده نقص التوب ماينس ماينس، وبعد كده ريتيرن الاكس. الثلاث سطور دول انا بختصرهم في السطر دوت. يبقى ماينس ماينس بعد التوب بما معناها ان الريتيرن الاول اللي في التوب، او الاول اعمل لي ستور اللي في التوب وبعد كده نقص. طيب البيك او اللي هنسميها هنا التوب، بس التوب سمول كلها، بقول له اف امتي، انا عايز ارجع باول عنصر في الاول، يبقى اف اس امتي، يبقى سي اوت ايرور ان الاستاك اس امتي وريتيرن نيجاتيف 1، ايلس ريتيرن اليمنتس اوف التوب. يبقى الجمله دي كان ممكن على طول نكتبها، بس احنا دايما بنلجا للكونديشنز عشان لو الاستاك كانت فاضيه فطبعا ما يروحش اكس على حاجه غلط، فلذلك بيقول لك اف اس امتي، قول لي ان دي امتي وما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي كده.
طبعا بمنتهى بقى السهوله، وانتم اكيد فاهمين لما اقول له الستاك بتاعتي مثلا في الاول بقول له بوش 5 فالستاك فيها 5، لما اقول له بوش 3 هيقول لي 5 و3، لما اقول له سايز هيريتيرن الفاليو 2، لما اقول له بوب فيمسح مين؟ ال 3 ويرجع بال 3. خد بالك هو البوش ما بترجعش بحاجه ولكن البوب بترجع. از امتي هيقول لي فولس. بوب يا جماعه از امتي او امتي، يعني لو بس في ما فيش مشكله يعني اكتبها از امتي او امتي مش هتفرق. بوب بترجع بالفايل، وبعد كده لو سالت از امتي تاني هتقول لك ترو، لو قلت لك بوب هترجع بنيجاتيف 1 هنا. وعايز في مره ان شاء الله بقى اتكلم معاكم ازاي اظبط موضوع ماينس 1 ده، لان الموضوع ممكن يقول لي واحد يقول لي انا عايز اعمل انسرشن اصلا لنيجاتيف، فليه نيجاتيف 1 ده يبقى اليمنت فاضي؟ يعني اليمنت، فهنشوف ديت ممكن نعملها ازاي. بوش 9 بوش 7 ف7 بوش 9 1 سو. انا يا جماعه اعتقد التكمله ما فيهاش اي مشكله. ايه بقى العيوب بتاعت الاري بيست ستاك؟ ان طبعا الاري امبلمنتيشن اوف ستاك ده مش عيب، هو دايما سيمبل وافيشنت. انا توب بلس بلس وتوب ماينس ماينس واي اوف اي ولا اليمنتس اوف اي وخلصنا. ولكن كون ان انا بحجز مكان محدد فيكسد كاباستي اري ده مش كويس، لان لو حبيت انسرت حاجه اكتر من الكاباستي بيقول لك ما ينفعش، وتضطر تعمل ريدستراكت لل او ريكونستراكت للاري بتاعتك عشان تبدا تعيد تعمل انسرت تاني. دي الكومبلكستي يا جماعه بتاعت الستاك، وطبعا هتلاقي الكومبلكستي بتاعت الستاك رهيبه كلها بيج اوف 1 لانها بتنسرت وديليت من نفس المكان. البوب بيرجع بالتوب على طول، الاز امتي بيقارن نفسه بالتوب، السايز بيقارن نفسه برضه بالتوب، يعني واضح ان التوب بيلعب دور مهم جدا. بس طبعا الستاك ما ينفعش تستخدم في كل الابلكيشنز. اذا لما تحب تعمل حاجه في الوورد واندو يبقى استخدم الستاك، هتديك افيشنسي اعلى. ما حدش بقى يروح يعمل لي لينكد ليست ويقعد انسرت بوزيشن ويخلي الكومبلكس بتاعتنا اكبر. يبقى انت لو مش محتاج غير الستاك استخدم الستاك. وده برضه يا جماعه اللي احنا الهدف بتاع المقرر بتاعنا، ان انت تبقى قادر على ان لما يكون عندك مشكله تعرف ايه الداتا ستراكشر المناسبه اللي تستخدمها. لذلك بقعد اقول ابلكيشنز كتيره على كل حاجه عشان تفهم ان لو حاجه بنفس الكرايتيريا كده يبقى تستخدم فيها ستاك، لان الستاك الكومبلكس بتاعته كويس. ده مثلا يا جماعه بيقول لك لو عايز اعمل ابلكيشن انا عندي اري وعايز اعمل لها ريفرس. فانتوا عارفين لو الاري كده 1 2 3 4 5 وعايز اعمل لها ريفرس، يعني عايز اخليها 5 4 3 2 1. اعملها ازاي؟ قال لك والله من ضمن الحاجات الحلوه قوي ان هات ده 1، يبقى اقرا الاري واعمل بوش 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 بوش، وبعد كده ارجع اعمل بوب من هنا وانسرت في الاري الجديده. هتلاقوا ان لما بعمل في الستاك بوش وبعد كده اروح اخزن ده في اري جديده بلاقي ان الحاجه اتعكست. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا مش هدخل خالص ولا اعرف ان في حاجه اسمها توب، ولا اعرف ان في حاجه ما اعرفش اسمها كاباستي، ولا الكلام ده خالص. انا ما عنديش الا بوش وبوب وتوب ويز امتي. طيب خلاص انا هدي لك الاري كفانكشن، وهدي لك الطول بتاع الاري اللي هي دي جيفن ديت، وهقول لك انا هعرف ستاك بفر والطول بتاعها هو ان، هو نفس طول الاري. وهبدا اقول فور اي بتساوي 0 والاي اقل من ان والاي بلس بلس. محدش يفتكر كده ان انا ماشي على الستاك يا جماعه، انا ماشي على الاري. وحتى الاري خد بالك السي بلس بلس بتدي لك حاجه اسمها اتريتور ممكن تمشي عليها برضه، اللي هو اتريتور بيجن واتريتور اند واتريتور النكست بتاعها وهكذا. فخلينا طالما اري بعيدا عن الداتا ستراكشر بتاعتنا هنمشي عليها بالطرق التقليديه. فور انت اي بتساوي 0 والاي ليس ذان ان والاي بلس بلس بفر دوت بوش اي اوف اي، يبقى لما الاي بزيرو 0 اي اوف 0 بوش فيحط الواحد، بعد كده الاي اوف 1 اللي هو 2، بعد كده 3 4 5، وبعد كده يعمل فور لوب تاني بس يروح بقى يبوب من البفر
ويحط في الاري من اول وجديد، هيعملها الريفرس اللي انتم شايفينه ده. طبعا دوت الفويد مين، ان انا هدخل اري مثلا اسمها 4 8 او فيها ارقام 4 8 15 وهكذا، هقول له ريفرس الاري اي اللي عدد العناصر اللي فيها 6، عدهم كده 2 4 6، وبعد كده هقول له ريفرس الاي وال6. خلاص الريفرس دي هتعمل ايه؟ هترجع لي بالاري نفسها دي تاني بس معمول لها ريفرس. فلما اقول له سي اوت عليها يطلع المنظر ده. وطبعا عشان اطلع كوما 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 بعد كل element، دي حاجه بس كده تكنيكال شويه، بمشي هنا لغايه ال 6 ماينس 1. خد بالك انا كاتب ليس ذان، هو المفروض تبقى ليس ذان 6، لا انا كمان 6 ماينس 1. ليه؟ عشان بس يطبع لغايه 8 كوما، وال 4 اللي هي موجوده عند ال A of 5 انا بطبعها لوحدها في الاخر وراها البراكتس. فدي طريقه عرض بس سليمه عشان ما يطلعش كل الاليمنتس وراكم، دي ما لهاش علاقه بالستاك خالص. ندخل بقى على اللينكد ليست بيزد امبلمنتيشن، نبدا بقى ندخل في التعقيد شويه، اعتقد برضه هتلاقوا الموضوع سهل ان شاء الله. طبعا مفيش اي تغيير، نفس الفانكشنز نفس الاكسسوارز، يلا نشتغل. ايه بقى انا محتاج ايه؟ زي ما كان عملت في اللينكد ليست برضه، محتاج بس معلش بقى بعد اذنك بلاش تسمي لي ده هيد، سموه لي توب مش فارق، يعني عايز تسميه هيد مش اي مشكله، عايز تسميه توب برضه مش مشكله، بس انا هسميه توب. لما اجي انسرت يا جماعه هينسرت فين؟ قال لك تنسرت هنا، تروح باي برضه كده ونخلي التوب واقف عليه وده يشاور كده. طب عايز اديليت، اديليت من عند التوب. يبقى نقدر نقول يا جماعه ان الستاك هنا الانسرشن والديليشن او البوش والبوب من عند بوينتر اسمه توب. فكان كده بنقول ايه؟ ان الانسرشن والديليشن من ات ذا سيم بوزيشن. هل ده يحقق المبدا بتاع لاست ان فيرست اوت؟ ايوه. انا زرت صفحه جوجل اهي، بعد كده زرت صفحه ياهو اهي، بعد كده زرت صفحه تانية عايز اشوف الهيستوري بتاعي، فاول واحد هيقابلني هو اللاست فيزيت، اخر صفحه انا شفتها. فهنا يا جماعه ده تعريف النود. يبقى انا عندي الاستراكت نود، هي عباره عن element type data و node star next زي ما كنت بعمل في linked list، بس برضو هتلاقوا ان الموضوع اسهل بكتير من linked list، لان linked list كان فيه positions وفيه حاجات كتير قوي. هنا انا دايما بانسرت من at first، وهنا بعمل type definition node star بتبقى position. ببدا اكتب الكلاس بتاعي هو linked stack، وببدا اقول private ونود ستار توب. يبقى بقول له نود ستار توب، وهنا بعمل كاونتر، وعرفنا الكاونتر ليه دايما في اللينكد ليست، لان ما عنديش انديسيز بشتغل عليها، فيبقى الكاونتر دايما بيزود وينقص الاليمنتس. هو يا جماعه انا لو ما عملتش كاونتر، لو ما استخدمتش كاونتر، والمعلومه دي مهمه قوي وعايز ابطأ فيها شويه، هجيب السايز بتاع اللينكد ليست ازاي؟ هضطر ان انا ولا عندي، لو انا عندي لينكد ليست كده هضطر امشي ببوينتر هنا واقول البي بتساوي التوب، وايل ان البي نوت ايكوال نال، يعني هقول كده وايل ان البي نوت ايكوال نال الكاونتر بلس بلس وبي بتساوي بي نيكست، يعني هات اللي بعده. فكاني هعمل وايل لوب، فهنا السايز خدت بيج او في ان، لان اضطريت اعمل ترافيرس لكل الليسته بتاعتي. ولكن لما بعمل كاونتر ما بتعبش اوردر 1، ليه؟ لان انا كل ما بعمل بوش الكاونتر بيزيد، وكل ما بعمل بوب الكاونتر بينقص. فوانس ان انت عايز تبقى سايز فبجيبها باوردر 1. يبقى يا جماعه الاضافات اللي دايما بنضيفها في الداتا ستراكشر بنضيفها عشان نحسن في الكومبلكستي، مش بنضيفها عشان اهي حاجه معلومه زياده والسلام، لا بنحاول نزود الحاجه اللي دايما تجيب لنا معلومه في كومبلكستي اقل. وده برضو يرجعنا تاني لو عايزين تفتكروا لما استخدمت التيل في اللينكد ليست،
اللي هو بيشاور على اخر element. تقول لي اشمعنى؟ اقول لك ما انا لو حبيت انسرت في الاخر لازم اعمل ترافيرس لغايه لما اوصل لاخر element وابدا انسرت. يقول لك لا، في اللحظه دي ممكن تنسرت من ناحيه التيل، فالتيل لما بيتحرك معايا في كل operation لما اجي اعمل انسرشن في الاند بياخد اوردر 1. طيب نرجع تاني للستاك، وده شكل الاستراكشر بتاع الاستورج بتاعتي. طيب الكونستراكتور بقى اللي هو ميك نال هيعمل ايه؟ هيخلي البوب بيشاور على النار، وهنا مش بيشاور على الدامي سيل خالص. الدامي سيل كان ليها الفايده بتاعتها في اللينكد ليست، عاملينها عشان البريفيوس، عاملينها عشان الديليت. فانا هنا مش محتاج الكلام ده خالص، انا بانسرت وديليت من نفس البوزيشن، فانا مش محتاج دامي سيل خالص. فيبقى الطوب على طول بيساوي نال والكاونتر عندي بيساوي زيرو. طب الامتي اقول له ريتيرن توب ايكوال ايكوال نال، فلو بترو يرتن ترو، لو فولس يرتن فولس. ودوت ممكن تعمل كده اور ان انت تقول له لو الكاونتر ايكوال ايكوال زيرو، دي برضو الفول سوري دي الامتي. طب الكونديشن بقى بتاع الفول فين؟ تقول لي لا مفيش فول في اللينكد ليست، لان مفيش حاجه اسمها فول في اللينكد ليست. اللينكد ليست بتجيب اماكن طول ما الميموري متاح فيها اماكن. طيب البوش بقى يا جماعه، لازم تعمل التو كيسز اللي انا هقولهم دول يا جماعه. كيس 1 ان الستاك كونتينز اليمنتس، يعني الستاك اهي الكيس الثانيه ان الليسته فاضيه. تعالوا نمشي على الكيس الاولانيه وبعد كده نشوف الكيس الثانيه هتمشي معانا ولا لا. فنبدا نعمل بالازرق مثلا. يلا لما احب انسرت اليمنت جديد يا جماعه اعمل ايه؟ اول حاجه من غير ما تفكر هات لي نيو نود وظبط لي الدنيا بتاعتها. فظبط لي اني احط دي اكس وظبط لي النكست بتاعها. النكست بتاعها تفتكروا يشاور على مين؟ قال لك يشاور هنا، يبقى يشاور على مين يا جماعه؟ على الهيد. يبقى ادي اول جمله، دي تاني جمله، تالت جمله اللي هي البوينتر ده اهو. يبقى انا كده ظبطت النود وربطتها في المكان الصح. اصبح حاجه عندي ناقصه ان الطب يروح بقى يشاور على النيو اليمنت، لان ده النيو اليمنت. فبقول له الطب يتكسر من هنا والطب يجي يقف هنا، ودي تبقى الستيب رقم 4 اهي، والستيب رقم 5 عشان يزود الكاونتر بواحد. متفقين؟ طيب تعالوا نشوف لو الكيس فاضيه، لو الستاك فاضيه. ادي نيو نود رقم 1، حط هنا الاكس، ادي رقم 2، عمل بوينتر يشاور على اللي بيشاور عليه الطب، فكانه يشاور كده، يبقى كانه بيشاور على نل، كانه بيشاور على نل. وبعد كده خلي الطب يجي يقف هنا، دي رقم 3 طبعا، دي رقم 4. هل يا جماعه دوت شغال صحيح؟ ايوه شغال صح. فيبقى الكود دوت 100% صحيح، مفيش اي مشكله. يا جماعه الفكره بتاعت ان انا جاي بانسيرت من ناحيه الطب ومش بانسيرت من ناحيه الاند مثلا، طبعا لان الصعوبه ان انا اوصل للاند، لان هيحتاج لوب او هيحتاج ان انا امشي التيل وهاجي اقول طب وايه لازمه ان انا انسرت من عند التيل؟ طب ما انسرت من عند التوب وخلاص. قال لك مفيش اي مشكله، يعني انت خد بالك بتبرمج الدنيا بتاعتك حسب مزاجك. فانا بقول ايه؟ انا عايز انسرت الواحد، فانسرت الواحد اهو. طب بعد كده انسرت الاثنين اهو. طب بعد كده انسرت الثلاث اهو. هو والتوب في الاخر هنا. لما اجي اعمل ديليت هعمل لي ده، وده الصح، ما هو ده الستاك. واحد تاني يقول لي ايه؟ هو انا في الميموري يعني لازم امشي من اللي انت بترسمه دوت؟ ما الطب ممكن يبقى هنا. وادي النيو اليمنت. ولما احب اضيف عنصر او اليمنت تاني كان ده يعني هيتزق هنا شويه ويتنسرت واحد هنا وكده. انتوا فاهمين حاجه؟ بس ده طبعا هيبقى النيكست كده. فانا عشان ما اغيرش مفاهيمكم خلينا بالرسمه اللي تحت دايما اللي متعودين عليها. الفكره اللي انا عايز اوصل لها
ان الستاك الانسرشن والديليشن من ذا سيم بوزيشن عشان يحقق اللاست ان فيرست اوت. يبقى اخر واحد داخل عند التوب هو اول واحد هيتمسح. عايز تعمل انسرت وديليت من على التيل مفيش اي مشكله، بس الكودينج هيختلف وكمان احتمال كبير الكومبلكستي كمان تختلف. يعني اعتقد الكومبلكس مش هتختلف لان التيل ممكن احركه كل شويه مفيش اي مشكله، ولكن الكودينج هيبقى صعب قوي وانا في ايدي ان انا ممكن اسهل على نفسي. اوكي البوب بقى، البوب يا جماعه بمنتهى السهوله من غير ما افكر ادي كده بقول له خلي التوب يقف هنا، فده اسمه مين؟ ده اسمه التوب نيكست. ادي الجمله يا جماعه، الجمله اي، ادي الجمله اي، دي اهم جمله يا جماعه في الكتاب، من غيرها مش هيحصل كده. كل اللي حواليها بقى بتاع شويه تظبيط. يعني اول حاجه بقول له في امتي يبقى سي اوت من الستاك فاضي وريتيرن نار. إلس element تايب x بتساوي التوب ارو داتا، يبقى انا قبل ما امسح بجيب الداتا اللي هنا، عشان قلت لك في البوب برجع بالاليمنت اللي انا عايز امسحه. فيبقى اول حاجه هات لي التوب ارو داتا وخزنه لي في الاكس، وبعد كده ايه؟ بعد كده زود التوب بالتوب نيكست، وبعد كده ريتيرن الاكس. ينفع الثلاث سطور دول الاربع سطور دول بس؟ ينفع. طب ايه بقى موضوع نود ستارت تمب بيساوي توب وبعد كده ديليت التمب؟ قال لك مش التوب هيروح هنا، وقف لي حاجه اسمها تمب هنا عشان اعمل لده ديليت. فدي يا جماعه برضو حاجات افيشنسي او بتبقى افيشنت للميموري. فيبقى السطور المهمه قوي اللي انا عامل عليه صح، والسطور اللي هي دي حاجه احسن ليك في الميموري يبقى اللي هي مش معمول عليها صح. فده البوب. طبعا البوب برضو ملاحظين ان هو بيمسح من ناحيه التوب، ودوت يديني نفس المبدا او نفس المفهوم اللي عمال احكي فيه اللي هو لاست ان فيرست اوت. التوب طبعا بمنتهى السهوله ريتيرن التوب ارو داتا. وطبعا قبل ما توب او قبل ما اجيب الايمنت في التوب هقول له اف امتي، فاقول له سي اوت امتي وريتيرن نل. وكده يبقى انا خلصت الامبلمنتيشن بتاعت الكمان اللينكد ليست ستاك. طيب دلوقتي يا جماعه احنا خدنا الابستراكت تايب ستاك بالاري بيست امبلمنتيشن وباللينكد بيست ستاك امبلمنتيشن. تعالوا بقى ندخل بقى في اللي جايه، يعني حاجه مهمه جدا، هل ينفع امبلمنت الستاك يوزنج اللينكد ليست اللي انا عملتها في اول محاضره او ثاني محاضره؟ مش احنا كنا عندنا حاجه اسمها لينكد ليست ال وال دوت انسرت في الفيرست وال دوت انسرت في البوزيشن مش عارف ايه وال انسرت وال ديليت وال لوكيت، صح؟ كل ده كان عندنا في اللينكد ليست. ما تيجي نشوف الكود كده. هو ده الكود بتاع الستاك باللينكد ليست. بصوا كده يا جماعه انا عامل ايه. كلاس لينكد ليست، سوري كلاس لينكد ستاك، بعرف جواه ليست هيد او حتى سميته توب مش فاهم، ليست هيد في المكنال. هروح اعمل هيد دوت مكنال، او بلاش هيد دوت مكنال هنا عشان ما نعمليش دامي سيل، خلينا نقول هيد بالساونا. طيب امتي هريترن هيد دوت امتي. طب بوش، او على فكره لا لا معلش ثواني يا جماعه، بما اني بستخدم اللينكد ليست هستخدمها في كل تفاصيل، يبقى انا هروح انادي اللينكد ليست واقول لها ميك نال. في البوش انا عايز انسرت اكس بالتوب، فاروح انادي من اللينكد ليست اقول له هيد انسرت الاكس في الفيرست. طب انا عايز اعمل بوب، فاروح اقول له هيد دوت ديليت الهيد دوت فيرست. يبقى انا في البوش والبوب رحت ناديت الهيد رحت ناديت الديليت والانسرت بس في الفيرست، والسايز بقول له هيد دوت سايز، وبرنت ستاك بقول له برنت الليست، والبيك او التوب بقول له هيد دوت ريتريف على الاول على الهيد دوت فيرست.
يبقى انا يا جماعه طوعت اللينكد ليست اللي هي بتنسرت في اي مكان، ان انا اناديها بس اتنسرت في الفيرست، ديليت من الفيرست، وريتريف من الفيرست. فانا قدرت استخدم اللينكد ليست اللي انا تعبت فيها كتير قوي، استخدمها بمنتهى السهوله ان انا اعمل ستاك بالمنظر ده. فاللي يعمل ستاك بالمنظر ده شغال، واللي يستخدم فيه النودز ويبدا هو يمبلمنت من اول وجديد برضه شغال. دلوقتي السؤال، ايه اللي جاب اللينكد ليست في الستاك؟ انا بسال سؤال يا جماعه، انا الستاك الانسرشن والديليشن والتوب منين؟ بتقول لي من الفيرست. طيب بلاش اعمل حاجه خالص من دي. هو انا لو عرفت فويد مين وجوه الفويد مين عرفت اوبجكت من الليست، ودايما بقول له انسرت في الفيرست وديليت من الفيرست وهات لي ريتريت من الفيرست، كاني بعمل نفس اللي بيعمله الستاك. اذا اللينكد ليست لو ناديت الميثودز بتاعتها او الفانكشنز بتاعتها وكنت دايما بتكلم مع البوزيشن الفيرست، فكاني عملت الستاك بالظبط. فايه اللي دخل اللينكد ليست في الستاك؟ لان الستاك سبست من اللينكد ليست. الستاك الاوبريشنز بتاعتها هي سبست من الاوبريشن بتاعت اللينكد ليست. اللينكد ليست فيها اوبريشنز كتيره جدا، الستاك فيها اوبريشن نفس الاوبريشن في اللينكد ليست بس اقل منها. او العكس يعني، الستاك فيها اوبريشنز واللينكد ليست فيها نفس الاوبريشنز بس مزود عليها حاجات اكسترا. فانا لو عايز اقيد اللينكد ليست ان هي تنسرت في الفيرست والديليت من الفيرست والتوب من الفيرست، يبقى انا كاني بعمل لينكد ليست كانها ستاك. وده طريقه ان انا اعمل امبلمنتيشن للستاك باستخدام اللينكد ليست. انا ممكن يا جماعه اهمل دي خالص وما احطهاش معانا في الموضوع خالص ولا تكون معانا في المحاضره، بس انا شايف ان دي تدي ويت ليك ان انت بديت تلعب بالداتا ستراكشر. ما تخافش ان انت تستخدم اللينكد ليست في الستاك، ما تخافش ان انت تستخدم اللينكد ليست جوه الكيو. هو هعملها ان انا ممكن استخدم اللينكد ليست في كيو، بس هقول له انسرت في الفيرست، ديليت من اللاست، وريتريف من الفيرست، حسب اللي انا عايزه في الكيو اللي هنشوفه ان شاء الله في المحاضرات القادمه. في موضوع مهم قوي يا جماعه، هو انا ينفع استخدم في اللينكد ستاك او حتى لو اري بيزد ستاك استخدم الاري بيزد امبلمنتيشن بتاع اللينكد ليست؟ معلش ستوب كده وتعالى نرجع كده بالذكريات. هو لينكد ليست سوري اري بيزد لينكد اري ليست اري بيزد ليست، كنا لما اجي انسرت في الاول كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل شيفت يمين لكل الاليمنت عشان افضي المكان رقم زيرو عشان احط الاليمنت بتاعي. يبقى الانسرشن بياخد بيج اوف ايه؟ اوف ان. ايه ده الستاك بياخد بيج اوف 1. يبقى انا عشان اسهل على نفسي اروح اجيب كومبلكستي اكبر، يبقى لذلك هتفشل فشل ذريع لو استخدمت الاري ليست لان الكومبلكستي هتزيد، ولكن لو استخدمت اللينكد ليست زي الفل والكومبلكستي ما زالت بيج اوف 1 لان بتعامل مع بوينترز وبديليت من الفيرست، وفي اللينكد ليست ما بحتاجش اعمل خالص شيفتنج ولا رايت ولا ليفت. برضه لو ارجع تاني للاري بيست، لما باجي اعمل ديليت من الفيرست بعمل شيفت ليفت فبتاخد بيج اوف 1 بيج اوف ان. طيب في حد بيقول ان انا ممكن استخدم في اللينكد ستاك استخدم الاري بيست بتاع اللينكد ليست بس انسرت وديليت في الاخر عشان ما اعملش شيفت ويبقى الطب من الاخر. ممتاز، فكره جامده جدا. فلو دي استخدمتها حلو جدا، ولكن هتبقى ليميتد في السايز. طبعا لو انت عايز تمبلمنت بالاري بيست خلاص امبلمنت بالاري بيست. ممكن ابقى اعملها لكم ان شاء الله سلايد ازاي استخدم الاري بيست في الاري ستاك. بلاش بقى نقول اللينكد ستاك نشتغل بيه بالاري، يعني ما ينفعش يبقى فيه بوينتر واشتغل بالاري، يبقى انا كده ما استفدتش باللينكد اصلا خالص. بس كده احنا كده خلصنا الامبلمنتيشنز بتاعت الستاك، بقى لنا بقى ندخل في الايه؟ في الابلكيشنز. تعالوا نشوف اول ابلكيشن بسيط جدا. عايز اجيب سم، عايز اجيب سم اوف اليمنتس في الستاك. فتقول لي اعمله ازاي؟ اوعى إيه بقى حد يقول لي وايل ان التوب نوت ايكوال نال، التوب بيساوي داتا سم. اوعى إيه، انت الستاك كده مقفوله وما تعرفش منها الا بوش اكس بوب وتوب
بس وامتي، ولو في سايز برضو ماشي. ما عندكش حاجه غير الاربعه خمسه فانكشن دول. احسب ازاي السم؟ هقول له انت اس بيساوي زيرو وايل ان الاس نوت ايكوال نل، اللي هي الستاك بتاعتي. يبقى انا معرف ستاك اس طولها مثلا 5 او اس بوينترز وخلاص، مش فارقه هنا اصلا لينكد ليست دي، طبعا تنفع مع لينكد ليست مع الاري ليست. واقول له هنا بقى اس دوت بوش 5 و2 و3 وحاجات هنا كتير، واقول له هنا الانت اس بيساوي 0، وابدا اقول لو سمحت اس بلس ايكوال اس دوت بوب. يبقى روح اعمل ديليت من الاستاك، اجمعه لي على الاس، ويرجع هنا الاستاك طبعا فضل ايليمنت، يكمل يبوب 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 لغايه لما في لحظه هيلاقي ان هو عمل بوب لكل الاليمنتس، فالكاونتر بقى بزيرو، بقى حتى الهيب توب بقى بنل، فيقول لك دي امتي. طيب يا جماعه في المثال ده بس في حته انا لخبطت فيها، دي ما تكتبش كده لان انا كده عارف ان انا بشتغل بوينتر، لا انا لازم اكتب وانادي الفانكشن امتي، عشان هي اللي تنادي الامتي بتشتغل يا اما بالتوب بزيرو او نيجاتيف 1 او التوب بنر. فطبعا غلط ان انا اقول اس نوت ايكوال نل تماما، غلط ما ينفعش. دي بقى لو رحت عملت السطرين او ثلاث اربع سطور دول مع الاري بيزد امبلمنتيشن للستاك هتشتغل، مع اللينكد بيزد هتشتغل، لانه مش معتمد خالص على هاو تو امبلمنت الستاك، انا معتمد على البيزك اوبريشن بتاعي. معلش يا جماعه بعتذر على غلطه كمان، ان هنا الاس والاس بتوصم والستاك زي بعض، فممكن هنا اسميها اس تي، تبقى دي اس تي اس تي ودي اس زي ما هي صح كده، او تسميها ستاك سمول او تسميها اي سيمبل تاني او تسمي الاس سم. فالفانكشن السليمه اللي بتتكتب والسنتكس بتاعها مظبوط 100% هي اللي مكتوبه على الشمال دي. طيب لما احب اجيب ماكسيموم مثلا بعد ما هكتب هنا برضو انت ماكس، وهقول له لينكد ستاك او اري ستاك، ده هتشوفوه بقى في الشغل العملي، وهقول له ستاك مثلا او خليها اس تي بس. وخدوا بالكم يا جماعه في الفانكشن هنا انا ما بحطش اللي هي العلامه دي، عشان الستاك هنا تفضل، فلو انا حطيت الاند يبقى الستاك اللي انا بعمل كولينج بيها كمان فضلت، لا فانا كاني باخد زي ريفرنس تاني اشتغل عليه. طيب ايه تاني نعمله هنا؟ ماكسيمم طبعا هي الحركه دي بتاخد شويه من ال بتاخد شويه من الـ من الـ من الميموري، لان انا باخد كوبي عندي مكان وابدا اشتغل عليه. هل ممكن نعمل حاجة تانية غير كده؟ ممكن تديني الستاك يعني في ناس يا جماعة ساعات بيعملها كونستانت وحاجة واند. كونستانت عشان يضمن ان هي ما تتغيرش، واند عشان يوفر في الميموري. يبقى ده نفس الاسم بتاع الحاجة اللي جاية من تحت. أنا هقولها سريعا مش هكتبها كتير لأن ديت المفروض تبقى راجعة للسي بلس بلس أكتر. طب أعمل إيه جوه؟ قال لك ممكن ممكن ترجع من الستاك بوينتر تو التوب وتمشي بيه. فمثلا بس ديت مين بقى اللي هيرجع؟ التوب؟ لا بس على فكره دي مش هتنفع هنا، لان فاكرين يا جماعه فيرست في اللينكد ليست كانت بترجع بايه؟ كانت بترجع بالهيد، ولكن هنا مفيش حد بيرجع بالتوب. فخلاص يبقى انا هنا كده يا جماعه مش هينفع استخدم الريفرنس في الحاجات دي دلوقتي، الا لو انا عايز اظبط بقى جوه الستاك حاجات ثانيه خالص. خلاص اسكيب الحته ديت وخلينا نكمل. يبقى انت ماكس لينكد ليست ستاك اس تي، واقول له هنا انت الماكسيمم بيساوي اس تي دوت بوب. يبقى انا اول اليمنت بتاعي هفترض ان هو الماكسيمم، بعد كده هقول له وايل بي سوري وايل نوت اس تي دوت امتي،
هعمل ايه بقى؟ هقول له if ال st.pop يعني روح امسح لي الاليمنت الجديد من الستاك لو كان اكبر من الماكسيمم هنا هيحصل مشكله بقى. هقول الماكسيمم بيساوي ايه؟ st.pop صح؟ هنا عملت بوب مرتين غلط، يبقى دي كان احسن تكت بوب. بس برضه انا كده كده عايز اعمل بوب، فاعمل ايه؟ يبقى انا ما اعملش كده خالص، هعمل الاتي، هقول له element type، او يعني لو احنا عارفين ان element type بتاعنا integer فهقول له int الاكس بتاعتي بتساوي st.pop. يبقى انا كده مسحت مره واحده، واقول له بقى في الاكس اكبر من الماكسيمم يبقى الاكس هي الماكسيمم. لو الاكس اكبر من الماكسيمم يبقى الماكسيمم هي الاكس. يبقى كاني بمشي على الستاك بقول ان انا هفرض ان الماكسيمم هو اول element، بعد كده امشي element by element، لو لقيت ان في اكس اكبر من الفرض اللي فرضته يبقى الماكسيمم بالاكس الجديده. بس كده. في ابلكيشنز ثانيه هناخدها بقى احسن من دي بكتير، اللي هي ازاي نتشيك على البالانس البارانسيسز. يعني واحد كتب في الاكسبريشن كده، هل ده يطلع ده ترو؟ ده ترو. طب لو كتب كده؟ لا ده يقول لك مش امبالانس. فالستاك بتستخدم في حاجه زي كده. ممكن يا جماعه تفكروا ازاي باستخدام البوش والبوب والتوب والامتي والسايز ازاي اعمل بالانس البارانثيسيس، ودي خلوها اكسرسايز ليكم. نفس المبدا برضو في الاتش تي ام ال، ممكن يقول لك لما تيجي تفتح تاج اسمه مثلا بي وقفلته عايز يتاكد ان هي فعلا بالانس كل اللي مفتوح مقفول، ازاي استخدم الستاك في حاجه زي كده. والستاك بتستخدم في حساب الانتجر اكسبريشن، هنشوفها برضه المرات الجايه. فلو سمحتوا خدوا المثال ده فكروا فيه، وان شاء الله المره الجايه هناخد جزء من المحاضره على الابلكيشن اللي اسمه بالانس بارانثيسز، او يتقال في السكشن وخلاص او اللي هو المعمل، واحنا نكمل كيوز والحاجات اللي بعد كده. شكرا لكم يا جماعه.